هيك بيخلص لقائنا. نص ساعة مرقت بسرعة كتير، ولكن بفتكر كانت ممتعة إلنا قد ما هي كانت إلكون. حاولنا قدر الإمكان عيشكم أجواء ثلاث سيارات أكتر بكتير من سيارات، هن سيارات أحلام، هن سوبر كارز، وهن كل وحدة بتمتاز بشي. إذا ما نعمل هيك أناليز أخيرة لهاللقاء، ما زلني حد الجالوينج، السيارة طبعا تاريخ مرسيدس والسيلفر أروز ممزوج مع السيلفر ستار، تيعطينا ريزلت كلاسيك اكزوتيك غريب، البعض حبه البعض أقل. طبعا ما فيكم إلا ما تكونوا امبرست بس يفتحوا بويبة، وما فيكم إلا ما تكونوا امبرست بالتاريخ اللي ورا هالسيارة. نقاد ما كتير حبه إنه تكون رياكشن على نوعا ما انفصال مرسيدس عن مكلارن، بما أنه هنيك عملت الاس ال ار وكان كومباين بروجكت، هلا صاروا سبليت، هن عندهم الام بي 412 سي وهون عندنا الاس ال اس اي ام جي. طبعا كانت يمكن لو اخذت شويه وقت مرسيدس عليها اكثر كانت عطت بركي نتيجه اكثر ببعض التفاصيل خاصه على صعيد ديزاين. هاويفر السياره محبوبه، ان شاء الله تكون انجح من الاس ال ار يلي ما كثير انباعت عالميا. حد كافالينو رامبانتي مع هاللون الاصفر يلي هو اللون الاساسي والاصلي لفراري، على عكس ما كتار بيفكروا انه روسو كورسا هو اللون الاصلي، هذا هو الاصلي. هون عم نحكي بكونفيجريشن اجدد كتير من ال 430، عم نحكي بحوالي 90 حصان، عم نحكي بدبل كلتش، موتور اكبر، وطبعا تكنولوجي اعلى. حسب لوكا دي موتيتزيمل وقت اطلاق السياره انه هيدي ذروه ما انتجته فراري لحد اليوم. وحدا عم نحكي عن الجودزيلا النيسان جي تي ار، هالسياره يلي حسب ميزونو سان تشيف برودكت سبيشالست عند نيسان موتور كومباني هي اذكى سياره بالعالم. هي طبعا فيها كتير كتير اشياء وفيها كتير بوتنشل، يعني عندها مجال تروح كتير كبير بالبرفورمانس، فيكم تطلعوا للألف حصان بهالسياره بفضل التوين توربو والفي 6 3.8، وطبعا البريميوم ميدشيب تشاسي اللي هي مصنوعه فيه اللي هو الاذكى عن نيسان، واللي هي طبعا بكل الزون سبعولا انشغل، البريكنج انشغل، الدواليب انشغلت، الجير بوكس، everything. الملاحظة كبيرة تبقى على الديزاين، اليابان بيعتبروه شغل كتير مهمة خاصة بالمنطقة الخلفية على السي بيلر، عنا السورد السيف الساموراي الياباني، ولكن للنقاد وخاصة لكل الجوريز يلي بيكونوا ببابل بيتش مثلا أو بكونكورسو دليغانزا بالفيلا ديستي ما بيعتبروها اتس ذا كريم. بس لازم يكون منصف بحقها بشغلة وحدة، انه كل وحده من هول الاثنين حقها دوبل قد هيديك اذا مش اكتر، يعني هاي شغله بتلعب لصالحها، واذا هيديك طلعتوا فيها بالتيونينج قد ما بدكم قادر تسبق اثنين مع بعضهم. فكمان هيدي شغله لازم تاخذ معي اعتبار ليلي شوي اغنية بيناتكم، مش كتير اغنية، يلي كتير اغنية فيهم يروحوا شوي اكزوتيك اكتر ويقووا الدوز مع هول الاثنين. هذا كان لقائنا، طبعا رح يرجع ينعاد بنفس الوقت بالاسبوع القادم. بعطيكم موعد وبتمنى تلاقونا دائما بموتور شو اوفلاين على التيفي، أونلاين على اليوتيوب شانل تبعنا youtube.com/motorshowme، وأكيد على facebook.com/motorshowme، ودائما على motorshowme الويب سايت تبعنا، أكبر ويب سايت سيارات بالعالم. باي باي.